وبشأن التطورات الفرنسية، ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس صبحي توما الأكاديمي والباحث السياسي. سيد صبحي، مرحبا بكم. الرئيس الفرنسي يعلن حزمة إجراءات اقتصادية لاحتواء التظاهرات، إلى مدى ترون أن هذه القرارات مرضية نوعا ما للشارع الفرنسي؟ القرارات التي أعلن عنها لا تستجيب للمطالب الأساسية للمتظاهرين والمحتجين. ومن هذا المنطلق، حتى إذا هذه القرارات ساهمت بإضعاف جهود أصحاب السترات الصفر، إلا أنه هنالك الملايين من الفرنسيين اقتنعوا برفض النظام الاقتصادي الذي يحاول الرئيس فرضه على الشعب الفرنسي. لكن سيد صبحي، هل يمكن للرئيس الفرنسي أن يلبي مطالب المتظاهرين الأربعين؟ بالضرورة ليس المطلوب تلبية الأربعين مطلب. طيب، هنالك أربع خمس مطالب أساسية ضرورية يجب تلبيتها حاليا. من هذه المطالب هي زيادة أجور الطبقات التي سحقها نظام العولمة، وهذا يمثل 10 ملايين إلى 15 مليون فرنسي لفظهم النظام الاقتصادي للعولمة، ولا أمل لهم بهذا النظام. وما يطرحه هو من سياسات اقتصادية هي مشاريع قائمة على هيمنة النخب المعولمة، وإلى إخراج ما هم عمال وطبقات متوسطة التي لا تجد لها مكانا ضمن هذا النظام. سيد صبحي، الشرطة الفرنسية يعني صرحت وقالت إنها تمتلك سلاحا قادرا على إيقاف المتظاهرين. هذا التصريح صادر عن أحد الشرطة من مجلة ماريان. لكن هل نتوقع أن تتخطى التظاهرات شكلها الحالي وتلجأ إلى العنف أكثر مما نراه على شاشات التلفاز؟ لا أدري إذا كنتم تراقبون التلفزيون الفرنسي حاليا. حاليا هنالك قتلى وجرحى في إحدى المدن المهمة، ولحد الآن الشرطة تحاول تحسب عدد القتلى والجرحى. مسلحين أطلقوا النار على السكان وسط مدينة ستراسبورغ، وربما هنالك وسائل متعددة لإرهاب، أولا إرهاب الشعب الفرنسي لكي يتخلى عن أصحاب الستر، لأن النظام يعتقد، وعلى الأقل ماكرون يعتقد، هو قدم تنازلات ويتأمل أن تنتهي التظاهرات. ولكن حتى إذا انتهت التظاهرات بالنسبة للنظام، فإن الثلاث أعوام القادمة لن تكون هنالك فترات راحة للنظام. سيد صبحي، الرئيس السابق ساركوزي يقول إنه لا يستبعد فكرة العودة إلى السياسة من جديد. هذه التصريحات هل يمكن أن نفهم منها أن مستقبل إيمانويل ماكرون أصبح مهددا، وأن منصبه ربما سيكون في خبر كان في الأيام القليلة المقبلة؟ هل نفهم ذلك؟ على المدى القريب هنالك ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول هو أنه هذا اليوم بعد الظهر في البرلمان الفرنسي، البرلمانيين المعارضين للسلطة قدموا سحب الثقة من الحكومة. عنده احتمال أن يقيل الحكومة ويشكل حكومة جديدة. والاحتمال الآخر الذي تطالب به أصحاب السترات الصفر هو حل البرلمان والإعلان عن انتخابات مبكرة قادمة. والحل الآخر هو أن يستقيل. ولكن في حالة استقالة الحكومة أو انتخابات سابقة لأوانها، فهذا لن يسمح للساركوزي بالعودة.
صبحي توما الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم.